ثلاثة أيام أنا عرفت إن بيدشون علينا. كنت قاعد أنا في الدوحة بشاليهاتي، وكان واحد من ربعي قاعد نشرب شاي الصبح وعلى سيف على البحر، اسمه حسين، أبو علي حسين سحيب، قاعد معاي نشرب شاي. وقلت له والله يا أخوك حسين، ترى الله والعالم ثلاثة أيام أربعة أيام عراق راح تدش، وسبحان الله أنا مسوي كتاب حق وزير الداخلية أبو أحمد بدر الخرافي أبو أحمد، كنت مسوي له كتاب إنه وكيل على أساس إنه نعم مسوي له كتاب عشان بقدمه له إنه يحرص على الحدود اللي صوب العراق. وشون توقعت يعني في أخبارية المعلومات؟ وكنت لا أنا مثل ما تقول ما بين إني أنا شفت دخنة، شفت دخنة أبوار دخنة الدبابات اللي عندهم داشة على مع الغيوم، وإحنا قريب، إحنا على الدوحة قريب الدوحة يعني تحت الجهرة، ومبين الغيوم، كان الغيم صافي ومبين غيمة سوداء، فحسيت إن راح يدشون. حصل الغزو، شلون بدأت تكوين المقاومة وفكرتك في المقاومة والتفجيرات؟ تكلم ليها وخذ راحتك في الموضوع هذا. هي أول يوم قعدت أنا الصبح، أنا ترى عسكري نعم بسلاح الطيران، وكان مديري العميد العقيد عميد اسمه صالح إسحاق، وكان ما شاء الله ربعي الضباط كل أبوهم يعني أنا اللي أذكر يعني صرنا الحين فوق 25 سنة اللي أذكرهم، وفيصل ثويني، جاسم اللنقاوي اللي معاي الضباط اللي معاي والعسكريين. وبعدين صار الغزو، ما دريت أنا وأنا نايم الصبح، وقعدت الساعة تقريبا 9 ولا أشوف صالتنا بالبيت، أنا ساكن سلوى، ولا أشوف البيت يعني مثل ما تقول عراق دشت، توني قاعد من النوم الساعة 9 قعدت، ولا يقولون العراق دشت، أنا عبالي دغشة إنه شنو إنه على الحدود يعني صحيح بالمطلع قالوا لا خذ